هدوء في محافظة شبوة ومديرياتها المختلفة بعد طرد ميليشيات الحوثي منها، فيما بدت الأوضاع الأمنية مستقرة بصورة كبيرة. والله الأوضاع الأمن مستتب إن شاء الله، ونطمح للمزيد بعد تحريرها الحمد لله أنها تحررت من بيحان، مديرية بيحان تحررت، وإن شاء الله أنها إلى تحرير اليمن كامل. لاحظنا تحسن في الكهرباء وأيضا قوات العمالقة الذين ما قصروا. غير أن جزءا من معاناة المواطنين ما زال مستمرا مع ارتفاع الأسعار، كما يقول المواطنون في أحد أسواق شبوة الذين يرغبون في تشديد الرقابة على الأسواق لضبط الأسعار. الطماط غالي، البطاط غالي، البرتقال غالي، كل شيء غالي. يخفضون يساعدوا الناس بعض الناس ما بيدها حيلة، ما يقدر يجيب حتى حق مصروف أولاده. نشتري المواد الغذائية تنزل، مش الصرف ينزل والمواد الغذائية مرفوعة مكانها. الصرف يطلع والمواد الغذائية تطلع. الصرف ينزل والمواد الغذائية ما فيش رقابة ولا تفتيش. زيد أحد بائعي الخضروات يقول إنه لا ذنب لهم في ارتفاع الأسعار، وإنما يجب على الحكومة أن تتدخل. جت شراء السلة البطاط من هناك بثلاثة ألف. تطلع عليك بتسعة ألف هنا. معك خارج بابور وعمال ومدري مو، يعني تعب 14. يهبط الصرف، حرص على التجار، ينزل الصرف ينزل والاسعار هي ذكيه ما بوش. الان نزل ل 220 وكيس الدقيق ب 30 هو نفس السعر. فيما يستمر ارتفاع سعر البنزين الذي يرى المواطنون انه يؤثر على اسعار كافه السلع والخدمات. البنزين والله في حال الطوارئ، وبنزين غالي جدا جدا جدا، والناس محتارين في امرهم. نطالب الجهات المختصه بشكل عام ان يشوفوا حقوق المواطن. محافظه شبوه من جهتها تقول انها بدات خطه تنميه لكافه مديريات المحافظه، خاصه المحرره حديثا منها. بعد تحريرها كامله من ميليشيا الحوثي، تبقى محافظه شبوه على موعد مع تنميه وعدت بها، تنميه يتمنى المواطنون هنا ان تظهر اثارها عليهم سريعا بعد فتره طويله من المعاناه. احمد بقات العربيه، محافظه شبوه.